سمعتم عن دعوة يونس بن متى؟ نعم نعم سمعنا وكذبنا، انه يطلب منا المستحيل، كيف نترك آلهتنا لنعبد إله يونس؟ نعم كيف نصدق يونس وهو يطلب منا عبادة إله واحد؟ إنه مجنون. أيها القوم، لماذا نسمع يونس؟ إنني لم أعرف عنه طوال عمره سوى الحكمة والمودة والخلق الطيب. إنه كاذب كاذب، بل هو فشل في أن يجد إلها يعبده، كما أنه يريد أن ينصب نفسه ملكا علينا. لا 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 تقل ذلك عن يونس، إنه لهب الملك، كما أننا لم نعرف أنه كذب من قبل. أعتقد أنه يريد الخير لنا. إنك يا سيدي لا تعرف يونس. أرى أنك متعاطف مع يونس. إنني أحذرك منه. إنني ذاهب إلى يونس لأتحدث معه عن دعوته. ربما يكون من الأنبياء. نبي. اذهب أيها العجوز. أيها الأطفال، هل هذا هو بيت يونس بن متى؟ سوف أطرق عليه الباب بنفسي. السلام عليك يا يونس، جئت لكي أسمعك. الملك إبليس قد حقق انتصارا كبيرا على يونس. نعم لم يؤمن به أحد حتى الآن. إن إبليس سعيد جدا بهذا النصر. نعم نعم، وجنودنا يسيرون في كل مكان في القرية ويشوهون صورة يونس. إنهم يعمون أعين الناس. يا لهم من ذرية. هذا الانتصار لا يكفي، المهم ان نستمر في ذلك. يا سيدي فلتشرب معنا ولتسعد بالانتصار العظيم. لا لن اسعد الا بعد ان ينتهي عصر نزول الانبياء، لكي اتاكد من ان الناس سيعيشون في ظلام. نعدك يا مولانا باننا لن ننام حتى نفسد بني الانسان ونزين لهم الباطل ونشوه لهم الحق. ان يونس ان يونس لن يسكت. اننا نريد ان نستعد ليونس ايضا. نعم نعم، فلنستعد حتى لا يسمع احد دعواه. يا مولانا، القرية تزيد عدد اهلها عن 100,000، لم يؤمن واحد منهم بالعجوز. هناك رجل عجوز في طريقه للايمان بيونس. يا مولانا، لقد وضعنا له خطة ليبتعد عن يونس. ماذا عن خطتك؟ سوف نبعث له بأموال وجواهر. أحسنت، فالإنسان يجري وراء الأموال. هو
أنني في طريقي لدين يونس، ولكنني أحتاج إلى التحدث معه مرة أخرى. سوف أعود إليه صباح الغد كما وعدت يونس. لابد من فتنة هذا الرجل قبل أن يهديه يونس. لابد من إلقاء هذه الجوهرة الجميلة أمامه. لقد نجحنا تماما، ولكن الوقت لا يزال طويلا أمام هذا الرجل. حان وقت إلقاء الجوهرة الثانية. جوهرة أخرى. لن أنام، سأبحث عن الكنز الملكي لأكون أغنى أغنياء القرية. لقد شغلته الجوهرة عن أمر يونس. لابد أن هناك كنزا لا نجعله يضيع منك. نعم سأبحث عنه، سأبحث عنه حتى أجده. لن أكل أو أشرب حتى أجد كنز الأجداد. سأكون لملكك وأغنى الأغنياء وأبني قصرا مريبا. ترى هل ساجد هذا الكنز وقد اقترب الليل. أصبح الأمر في خطر، لقد تسرب اليأس إلى نفس العجوز. أخشى أن يتذكر موعده مع يونس. لو حدث لعذابنا إبليس. ملقي إليه بعض الجواهر حتى يتجدد لديه الأمل في العثور على الكنز. انظر هناك، إنها جواهر كثيرة. يا إلهي، إنها طائر، يبدو أن الكنز هنا. لقد تعبت جدا، سوف آخذ قسطا من الراحة. لقد وجدت الكنز. نعم، أنا مالككم من الملوك. لقد نمت حتى أحرقتني الشمس. Oh,
سوف أستكمل عملية البحث عن الكنز. لقد نسيت موعد يونس. لقد نجحنا في مهمتنا. لابد أن إبليس سيمنحنا مكافأة خاصة. هل أبحث عن الكنز أم أذهب إلى يونس؟ سأبدل الجواهر التي مع الشيخ بأحجار عفنة. ماذا حدث للجواهر؟ لابد أن أحد اللصوص سرقها. هيا بنا إلى إبليس. هيا هيا. لقد خدعتني عيناي وضيعت موعد يونس. سوف أذهب وأعتذر إليه. لم يؤمن أحد في المدينة بيونس. إنه انتصار عظيم. لا بد أن نحتفل حتى الصباح. بل لا بد أن نحتفل لمدة أسبوع متواصل. فهذا الانتصار لم نحققه مع نبي من قبل. كم للانتصار من مذاق طيب. يعرف انني سعيد جدا واحب ان يعيش بنو ادم في ظلام الكفر. يا سيدنا ومولانا نحن رجالك، وتأكد اننا سنعمل جاهدين حتى لا يهتدي بنو الانسان ابدا. سوف نخطط ونحتفل وتبعد عنا الأحزان. ما دام الإنسان يسمع كلامنا دائما. نعم، نحن نغريهم بالمال والمناصب حتى يتفرقوا. يا عشر الشياطين، لا يصرفنكم هذا الانتصار عن العمل الجاد لإغواء البشر. لعل يونس يسامحني. يونس على حق، انني سوف اؤمن به واطلب منه ان يدعو الله ان يغفر لي ذنوبي. انا قد وصلت الى بيت يونس. ماذا تريد ايها العجوز؟ انني اريد يونس عليه السلام. اريد ان اؤمن به. انت تريد يونس لتؤمن به، ونحن كذلك جئنا الى يونس لنؤمن به. ان ذلك سيسعد يونس كثيرا. انها بشرى، فقد كنت اعتقد انني فقط الذي قرر الايمان به. لقد غادر يونس عليه السلام المدينة بعد ان غضب منا جميعا. غادر المدينة، يا ويلتنا، لقد كذبنا يونس كثيرا. يا ويلتنا، ليتني آمنت بك يا يونس. لقد دعا علينا يونس وطلب من رب العالمين إنزال العذاب بنا. أيها الرجال والصبيان، هل سنظل جالسين هكذا بجوار منزل يونس عليه السلام ونترك العذاب يحل علينا جميعا؟ وماذا نفعل إذن ونحن نادمون؟ ما دمنا قد صدقنا دعوة يونس وندمنا على كفرنا به، فلا بد من أن ندعو الله أن يغفر ذنوبنا ويدفع عنا البلاء. نعم رأي هذه المرأة،
لنستغفر الله ونعلن إيماننا بيونس ونطلب منه أن يعيده إلينا ليرى أن أهل القرية آمنوا جميعاً.